احنا عايشين في وسط ناس عندهم كم من الفقر غير طبيعي. تصريحات ميدو عن لاعب الكرة الراحل أحمد رفعت خلقت حالة كبيرة من إثارة الجدل، وكتير قالوا إن ده تخبيط وربنا يستر على ميدو. فميدو اتكلم عن اللي حصل مع اللاعب أحمد رفعت وقال إن السبب في كل ده هم مسؤولين الكرة اللي ما يعرفوش أي حاجة لا عن قوانين ولا عن مبادئ. وقال كمان واقعة أحمد رفعت فضحت إن كل اللي بيديروا الكرة في مصر غربة عن الرياضة وما يعرفوش عنها أي حاجة، وفي الأول كانوا مجرد وكلاء للعيبة ودلوقتي بقوا مسؤولين. وقال إن اللي حصل نقدر نختصره في إنهم ضحكوا على شاب صغير حلمه الاحتراف وهم وعدوه بالسفر والفلوس. ووضح كمان وقال إن أياً كان مين المسؤول في وزارة الشباب والرياضة عن اللي حصل فهو مزور، لأن ما ينفعش تسفر لاعب وتعمله تصريح على إنه مسافر معايشة وهو أصلاً مسافر إعارة، ده اسمه نصب وتزوير. وأكد كمان إن هو ده اللي وصل أحمد لحالته النفسية الصعبة دي، وحتى ما حدش أهله للرجوع ولا اللعب من تاني. وخلص كلامه وهو بيقول للأسف الواقعة دي هتتنسي، وأحمد محدش هيفتكره ومحدش هيجيب له حقه غير ربنا لما نقف قدامه.